الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. قال الإمام المحلي: وللمأموم في كنز الراغبين، وللمأموم إذا انتصب دون الإمام سهوا. يبقى اللي حاصل إن الإمام جالس للتشهد الأوسط، حلو كده؟ المأموم ناسية، وبيحصل لنا كلنا، ووقف، يبقى المأموم عمل إيه؟ تلبس بالقيام، والقيام فرض، وهذا على سبيل السهو. قال: له أن يعود. له يعني يجوز، يعني لا يبطل ذلك صلاته، فله أن يعود لمتابعة إمامه. لماذا؟ لأنه انتقل من فرض لفرض آخر، انتقل من فرض وهو القيام إلى فرض وهو متابعة الإمام، لكنه لم ينتقل إلى السنة، لا، ده انتقل إلى متابعة الإمام التي هي فرض عليه. في الأصح العود، يبقى له العود، يبقى تقول يجوز له العودة لمتابعة إمامه، لأن متابعة الإمام يا مشايخ واجبة. في الأصح، في الأصح يعني مسألة خلافية من قبيل الأوجه التي هي اجتهادات للأصحاب، العود لمتابعة إمامه في الأصح، لكن هو في الأصل معذور لأنه قام سهوا ولم يتعمد القيام ومخالفة الإمام. ولأن المتابعة فرض، فرجوعه رجوع من فرض إلى فرض لا من فرض إلى سنة، بخلاف ما إذا كان منفردا، وبخلاف ما إذا كان إماما. فهي إيه بقى اللي هي ديت؟ مجوزة لعوده. فهي اللي هي المتابعة مجوزة لعوده، تكتب جنبها هي اللي المتابعة، لأن المتابعة واجبة، لكن المتابعة في هذه الحالة تجوز له بغير ذنب أن يعود إلى متابعة الإمام، إلى الجلوس الذي كان ممتنعا إذا كان المصلي منفردا أو كان المصلي إماما. شو كتاب؟ كتاب بيتفك تقعد كده. كلمة تجوز يعني هي سبب في الجواز، ده يعني إضافة الجواز إليها إضافة مجازية. مش مفروض نقول توجب العودة؟ لا، تجوز. لا 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 لا، تجوز بمعنى أنها ترفع الإثم الذي كان قبل ذلك. اقرأ كده العبارة جات أقول لك إيه: الممتنع لعوده الممتنعي، هي تجوز العود لأنه هو دواجب ودواجب، فهي في هذه الحالة عبارة عن أنه مخير بين أن يستمر على الواجب وهو التلبس بالقيام، أو أنه هو يذهب إلى متابعة الإمام التي هي واجبة أيضا. لكن قبل المتابعة أصلا في غير المتابعة ممتنع عليه الجلوس، فهو نبه عليها من أجل هذا، أنها في حالة الإمام وفي حالة المنفرد يمتنع عليه
أن يجلس. حلوة كده؟ وضحت؟ يا سلام، الكتاب ده احنا لو مشتناه بالطريقة دي، خلي كتاب الكنز ده هو كتابك الذي تدور حوله بقية الكتب. يبقى كتاب الايه الكنز ده مش القليوبي. القليوبي ده بيفسر لك، بيشرح لك، بيقيد لك، بيوضح لك، بيصور لك، بيعلل لك، بس كده. لكن هو الاصل والاساس الكنز. طيب الكنز هو ايه؟ هو نقطة الدائرة. قال فهي اللي هي بقى مشايخ، تقول المتابعة مجوزة لعوده. يعني ايه الجواز هنا؟ الجواز اللي هو عدم ترتب الإثم، الجواز اللي هو رفع الحرج. مجوزة يعني رافعة للحرج في العود. عود الايه؟ عود للجلوس الذي كان ممتنع في غيره. في غير ايه؟ في غير المأموم. شوف الواد صديق بدا يفهم وعارف الضماير راح فين وجايه منين. إيه؟ رفع الاسم او رفع المطلق؟ رفع الاسم. وكذلك ماشي، وكذلك البطلان. حلو. بس هي لرفعه، فهي مجوزة لعوده الممتنع في غيره. لكن العود واجب. ما هو خلي بالك، هو بس هو مستعجل. هو مستعجل لأن ده لسه في خناقة ما بين الرفع والنووي في القصة ديت، والاتنين دابحين بعض فيها. لأن هو بيقول لك إيه؟ قلت الأصح وجوبه، فإن لم يعد بطلت صلاته. فهي مجوزة، بس واحدة واحدة. فهي مجوزة لعوده، بس هو أسد فايق لك، خلي بالك يعني. أسد فايق لك ومحضر الدرس من النوبة اللي فاتت. ففايق لك أنت والقليوب بتاعك. والثاني اللي هو مقابل الأصح، ليس له العود، يعني ليس للمأمومي العود إلى الجلوس للتشهد. لماذا؟ قال لتلبسه، أي المأموم، بركن القيام، فصار كغيره. الغير اللي هو مين؟ صار كالمنفرد والإمام. ثم ليعمل إيه؟ هيفضل لوحده فوق كده؟ ليظل هكذا يصبر وينتظر في القيام. مخالفه شنيعه. انت بس اصبر بس، انت اسمك ايه؟ درويش. يعني انت اعلم من دول هاد؟ ما تقول لي مخالفه شنيعه. مخالفه شنيعه يعني ايه؟ شنيعه يعني شديده مثلا. فحش. يا سلام. طب نكمل بس، انتوا عيال بقيتوا مجتهدين وانا لسه مقلد عليا، يعني اصبروا عليا. قال لتلبسه بركن القيام، حتى ولو كانت مخالفة شنيعة إلا أنه قد تلبس، هترجعه لسنة؟ ما هو التاني قال له إيه؟ قال له طب ما أنت كده هيرجع من فرض إلى سنة. فالمانع والمجوز لهذه المخالفة الشنيعة أنه لا يعود من فرض إلى سنة. عايز أقول لك كده يعني، الذي جعل هذه المخالفة تقل حدتها هي أنها قد يؤدي خلاف هذا إلى أنه يعود من واجب إلى سنة، فمن أجل ذلك خفف من وطأة هذه المخالفة الشنيعة أو الشديدة. والشنيعة على وزن فعيلة، يعني إيه؟ المفعولة، المشنعة أو المشنعة. ماشي يا مولاي، ماشي عم طه. بل يصبر، يعني ينتظر لزوما يا ولاد على هذا الوجه، حتى يلحقه الإمام وهو في القيام. طب يعمل إيه؟ والله بقى يقف يقرأ الفاتحة ويذكر ربنا لغاية، ويقرأ قرآن لغاية ما الإمام يقفل يرجع له.
وهنا قلت الأصح وجوبه. شفت بقى وجوب ايه؟ وجوب العود، مش جواز العود. لان الامام الرافع بيقول ايه؟ بيقول لا، ده العود جائز، ويفهم من الجواز ان له ان يتخلف وينتظر الامام في القيام، هي تجوز له هذا مقابل اصح بيمنع العوده. الاصح بيجوز العوده. مختار الامام النووي لا، الاصح الوجوب. وجوب ايه؟ وجوب العود، لا جوازه. لا جوازه اللي هو ذهب اليه الرافعي في تصحيحه، اي العود. والاصح وجوبه، الامام المحلي فسر وقال اي العود، بيفسر الضمير. والاصح وجوبه العود، عوده الايه؟ عوده الى التشهد، الى الجلوس ليتشهد. والله اعلم. يبقى الزياده الامام النووي بيقفلها، بيقفلها بايه؟ بيقفلها بي والله اعلم، لوجوب متابعه الامام. لانه في هذه الحاله يجب عليه ان يتابع امامه، فقد انتقل من وجوب الى وجوب. لكن المتابعه ارجح واكد من القيام في هذه الحاله. قال لان المتابعه اكد مما ذكره من التلبس بالفرض. ودليل ان المتابعه اكد انه بيسقط بها القيام والقراءه عن المسبوق. يعني دخلت انا مع امام وقلت الله اكبر، لقيته بيركع لان انا كنت مسبوق لم ادرك معه الفاتحه، سقطت عني القراءه، مع ان القراءه واجب، الا ان المتابعه اوجب من القراءه. والقيام، والقيام واجب، الا ان المتابعه اوجب من القيام. يبقى ده قرينه ودليل على ان المتابعه مقدمه على غيرها من الواجبات. قلنا له يرجع، ويجب عليه ذلك على مرجح الامام النووي، فلم يرجع. يا ابني ارجع، مانيش راجع. فان لم يعد، يعني فان لم يعد الماموم الى متابعه امامه بطلت صلاته. ليه؟ عشان العله اللي احنا قلناها، انها مخالفه ايه؟ شديده، فاحشه مش شنيعه. هي في الكتب يقول لك فاحشه، بس الباب بيقول صح شنيعه. ودي عبارتنا احنا المصريين لما بنجد شيء شديد او بنقول ده شنيع. يعني في شيء من البشاعه، في شيء كده من الاستكراه. فعبارتنا هذه يعني عربيه صرف. اخونا تقي الدين بيقول الضمير في قوله لعوده الممتنع راجع للجلوس او للمأموم. لا، ده لعود المأموم يا تقي، لعود المأموم الممتنع. عود المأموم ده ممتنع فيما اذا كان منفردا وفيما اذا كان اماما. فالضمير عائد الى المأموم، لعود المأموم الممتنع، ولا لعود الجلوس؟ هو الجلوس في عود؟ لا، ده المأموم اللي هيعود، لعود المأموم الممتنع. الممتنع اللي هو عائد إلى الصفة للعود، يعني العود موصوف بالامتناع في غير هذه الصورة. طيب، بس هو تقي واخد إيه الحتة دي؟ يعني إيه بيمسك كده في الضمائر؟ سيب الضمير، ما يعرفوش إلا ربنا يا ابني.
فإن لم يعد المأموم بطلت صلاته. صلاة مين؟ صلاة المأموم. هذا إذا لم ينوي المأموم المفارقة. ولم ينوي المأموم الإيه؟ طب افرض المأموم وقف ونوى المفارقة ثم وقف، بس بنقول له بس صلاتك صحيحة. ليه؟ لأنه ما أبقاش مأموم. أمال بقى إيه؟ بقى منفرد يفعله بنفسه ما يشاء، يقف يقوم يعمل زي ما هو عايز. بعد كده قال لي بقى مشايخ، قال وأصل الخلاف إيه؟ بعد ينوي المفارقة ممكن ثواني إن شاء الله ما كمل. أنت صديق إيه ماشي معايا؟ طب عايز يعمل، عايز تقول إيه؟ بعد المأموم ينوي مفارقة ممكن أن ينوي متابعة بعد ذلك، بعد قيام الإمام. ده بيلعب بقى، ده بيلعب كده، بيلعب. أنت إيه رأيك؟ كده بيلعب يعني، أول بقى وقف سهى وقام الله أكبر، فوجد الإمام جالس وأنا قائم، نويت المفارقة، صح كده؟ بعد كده الإمام قام، فراح المأموم قال نويت المتابعة. ده أنت عبقري يا هلا، ده أنت جامد. سمعت من أستاذ ماليزيا يعني قال هكذا ممكن، مش عارف. يحفظ عيب الإمام. يحفظ إيه؟ العيب من الإمام. إيه ده؟ مش فاهمك كده. عيب عيب، مش اللي انت بتقوله ده عيب. انت اسمك ايه بس؟ اسمك ايه؟ عبد عيشة. عبد عيشة. عبد عيشة؟ لا، عبد عائشة. مش تقول لي عبد عيشة؟ عيشة دي اسم المصريين. يا عيشة اتكلم بمصر. اتكلم. لا انا عايزك ما تتكلم مصري. ماشي، اتكلم بالفصحى. ماشي كمان واتكلم بالفصحى. والله انتوا لزاز، سبحان الله، لقائي بكم فيه بشاشة يعني. قول يا ذكوان. عبد عائشة. لا مثلا الإمام، انت عارف ان انا ظنيت ان انت بتقول لي انا عبد عائشة، اسمك كده مركب عبد عائشة، يعني كأن والدك هو الذي سماك عبد عائشة. الله، حلوين والله الولاد دول، بحبهم قوي خالص. طب قول، عايز تقول ايه؟ انا انت في كليه ايه؟ شريعه اسلاميه. خلصت لسه؟ طب سنه ثالثه. سنه ثالثه. تخلص بقى وتروح الى ماليزيا ولا تقعد تدرس هنا تاني؟ ان شاء الله افكر. افكر. اول ما يقول لك افكر يبقى هو ايه؟ ناوي يتجوز اول ما يخلص. يا رب. صح كده. طب قول، هو بيقول ده النوع من انواع حفظ عيب الامام. والله قواعد الشافعية لا تمنع من أنه يجوز له أن يأتم به في الأثناء، يجوز، يصح هذا، ما في شيء. ولكن أنا شايف أنه لو يعني فعله من أجل اللعب تبطل صلاته. كل شيء إيه؟ يعمل إيه؟ إذا قام و نوى المفارقة أو يخرج خلاص من أي. والله أصله هو نية المفارقة، ويجوز له أن يفارق، لكن المفارقة إن لم يكن هناك عذر مكروهة. ومعنى كونها مكروهة، ومعنى كونها مكروهة إنه ثواب جمعته لا يأخذ ثواب الجماعة. هي في عذر. وخلي بالك إيه؟ ايه هو العذر؟ خطا الامام. طب ما قلنا له خطا الامام يعالج. خطا له، لا مش خطا الامام. ولا خطا الامام، ده بالعكس خطا الامام يجعله يتابعه، ولا خطا الامام، ده هو اللي غلطان. يعني هو قليل الادب. وهو اللي غلط، وبرضك بتقول هو اللي معذور. فلا، فين بقى العذر يا ما؟ مفيش عذر. سهل. مين اللي سهل؟ ده هو معذور الساهي، لكن له بقى أن يجلس أو ليس له أن يجلس. الرافع بيقول
يجوز له أن يجلس ويجوز له أن ينتظره قائما. الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه وعن سائر أئمة مذهبنا يقول يجب عليه أن يعود، والإمام النووي رجح ذلك لأن المتابعة أوجب من القيام، واخد بالك؟ فالمسألة محلولة ما فيهاش مشكلة. طب هو واقف وعايز ينوي المفارقة، ينوي المفارقة مش مانع، بس خلي بالك المفارقة هنا مكروهة، المفارقة الجماعة إذا لم تكن بعذر مكروهة. طب فارق له أن يعني يصلي مع الإمام ثانيا، له أن يصلي ما لم يفعل ذلك بقصد اللعب. حتة حلوة. والمدرس ده قال بقى الكلمة دي بقى له كم سنة؟ زمان. ده مدرس حلو بقى في الفقه يعني، بنى عليه كويس، بيفكر كويس، بس دي فكرة أصحاب الحيل. وأصل الخلاف، أصل خلاف إيه؟ يعني أصل الخلاف اللي ما بين سيدنا الإمام الرافعي وما بين سيدنا الإمام النووي، هل يعود أو لا؟ وأصل الخلاف في المسألة هل يعود أو لا وجهاني، حكاهما الإمام الغزالي في الجواز. يعني أصل المسألة دي الإمام الغزالي حكى فيها العود أو عدم العود، وصدر المسألة بالجواز. يعني قال كده هل يجوز أو لا يجوز، يبقى كان المسكنة المسألة عنده في الجواز. والشيخ أبو حامد المروزي شيخ مدرسة المراوزة ومن تبعه من الأئمة الأعلام فرضوا المسألة في الوجوب، هل يجب عليه أن يعود أو لا يجب عليه أن يعود. فالمسألة قديما مثارة في المذهب على هذا النحو، المسألة في الجواز أم الوجوب. ممن صدرها وجعلها في الوجوب الإمام أبو حامد ومدرسته، وممن جعلها في الجواز إمام الحرمين والإمام الغزالي ومدرسته. وحاصل ذلك ثلاثة أوجه، حاصل بقى المسألة دي كده ثلاثة أوجه كما حكاه المصنف الإمام النووي في أصل الروضة مع تصحيح الوجوب فيه، مع أنه في أصل الروضة صحح أنه يجب عليه أن يعود، أخذا من قوة كلام الشرح، والذي جعله يفعل ذلك إن فحوى كلام الإمام الرفعي تشير إلى وجوب العود لا إلى جوازه. خلصت السطرين دول، سطرين صعبين. طيب مين اللي عايز يسأل؟ ولو انتصب عامدا فقطع الإمام بحرمة العود كما لو ركع قبل الإمام عمدا. ولو انتصب عامدا يعني إيه؟ إحنا اتكلمنا في المسألة السابقة فيما إذا انتصب المأموم ناسيا. طب افرض بقى إن المأموم انتصب عامدا، ولو انتصب أي المأموم عامدا أي حال كونه متعمدا للانتصاب وترك التشهد الأوسط، فقطع الإمام، الإمام مين؟ ده إمام الحرمين أبو المعالي الجويني صاحب نهاية المطلب. فقطع الإمام أي إمام الحرمين بحرمة العود، قال ما فيش خلاف، ما فيش خلاف أنه يحرم عليه أن يعود إلى الجلوس وإلى التشهد، قياسا على كما لو تبقى ايدي يا محمد، تبقى قياس، قياسا اهو بيقول لك كما لو،
كما لو تبقى ايه قياس، قياسا على هذه الصورة. لو ركع المأموم قبل ركوع الإمام، يبقى الإمام واقف بيقرأ الفاتحة والسورة، راح المأموم ركع، يحرم على المأموم، إمام الحرمين بيقول كده، يحرم على المأموم أن يرفع، بل ينتظر الإمام حال كونه راكعا. واضحة كده؟ سهلة؟ سهلة أو الجزء دي، مع أنها كانت وأنا بحلها كده معرقبة، بس الحمد لله معرقبة يعني إيه؟ يعني داخلة في بعض، بس سهلة قوي. هل له مخالفة مولانا؟ مخالفة في إيه؟ لا. ده لسه في مشكلة وهيردوا على الإمام ومش عاجبين كلامه. أني واحدة؟ على هل الجويني مخالف يعني في ده؟ بقول لك لسه وتعقبه الرافعي بأن العراقيين وكلامك واخد بال حضرتك، لسه 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 ما مولانا لا لا لا. ما هو الجامع؟ جميع إيه؟ الجامع في القياس. لسه لسه اصبر اصبر يا شيخ اصبر. فقطع الإمام بحرمة العود كما لو في قياسة، هو بقى يبقى الصورة دي يحرم فيها قياسا على هذه الصورة، كما لو ركع المأموم قبل ركوع الإمام عمدا، أي حال كونه إيه متعمدا. هي عايزة قياسة، هي عايزة جمع، ده هي ظهر أوي يا ولد، هي إيه ظهر أنه تلبس الجامع، أنه تلبس بفرض، أن في كل تلبس بفرض متعمدا. السلام عليك يا شيخ أسد. أنت شيخ أسد بقول لك أنت كده أصبحت زي مجتهد من مجتهدي المذهب، فالعيال بقت حلوة. لا العلم يا أولاد عايز كده تقعد تقرأ فيه كتير تنور، واخد بالك؟ فإنه يحرم على المأموم العود، والراجح أنه لا يلزمه العود، والراجح ده لسه هنقول عليه أنه لا يلزمه العود، لا يجب عليه العود، بل يسن له أن يعود. هو كلام إمام الرافع الإمام الجويني انتهى خلاص كده، فإنه يحرم عليه العود، كده انتهى كلام الإمام الجويني. اللي موجود في الكتاب إيه بقى؟ الكتب يقول لك والراجح أنه لا يلزمه العود، بس خلي بالك إمام الحرمين بيقول إيه؟ يقول لك ده حرام عليه العود، بس إحنا هنا بنقول له إيه؟ يسن له العود، يسن له أن يعود، بل يسن كما في التحقيق وغيره العود. لسه برضك هيتكلم عنه لسه. وتعقبه، أنه بقى اللي تعقبه القياس اللي ذكره إمام الحرمين ده، وتعقبه الرافعي. تعقبه بإيه يا مشايخ؟ بي يبقى فيه تصويره، يبقى ده اسمه تصوير التعقب. وتعقبه الرافعي بأن العراقيين، دي مدرسة وهو منهم خلي بالك، في المقيس عليه، المقيس عليه اللي هو إيه؟ اللي هو ركع قبل أن يرفع الإمام، يبقى ركع قبل أن يركع الإمام، لو ركع المأموم يبقى ركوع المأموم قبل ركوع الإمام، ده المقيس عليه. طب والمقيس اللي هو أنه ينتقل من القيام إلى متابعة الإمام في الجلوس، فبيقول له بأنه بأن العراقيين في المقيس عليه اللي هو كما لو ركع قبل الإمام عمدا استحبوا العود، وده اللي رجحه الإمام النووي
في التحقيق. قال استحبوا العودة، يعني عود المأموم إلى متابعة الإمام. قالوا لا، يرجع مرة تاني إلى القيام ويرفع من الركوع ويركع مع الإمام. وأنا هديكم مسألة أنتم تجاوبوا عنها على هذا التصوير، بس اصبروا بس عشان المجلس كده احلو. قال استحبوا العودة فضلا عن الجواز. لان الاستحباب ده حاجة اعلى من الجواز، ده مش رفع حرج بس، ده ثواب على الفعل. ده استحبوا بمعنى انهم طلبوا ذلك وجعلوا الثواب في فعله مش رفع الاسم. استحبوا العودة فضلا عن الجواز، زيادة بقى على الجواز، حاجة أعلى من الجواز. جواز إيه؟ اللي هو النكاح بشاهدي عدل وولي ولا، إنما هو الجواز يعني جواز العود. يعني مدام إن ده استحب، استحب فيه المقيس عليه يكون كذلك في المقيس. إذا كان عود المأموم من الركوع إلى القيام لمتابعة الإمام مستحب، فكذلك عود المأموم من القيام إلى الجلوس مع الإمام في التشهد الأوسط كذلك مستحب. مش تقول لي حرام يا إمام، ده العراقيين اللي هم المدرسة اللي انت أحد أفرادها قالوا خلاف ما تقول، يعني فيأتي مثل ذلك في المقيس. عندكم في المقيس؟ فيأتي مثل ذلك المقيس، يعني فيأتي مثل ذلك في المقيس. عندك ايه؟ في المقيس. في المقيس فيأتي مثل ذلك في المقيس. لكن هي سقطة من بقية من النسخة اللي على الشاملة. يبقى في المقيس فيأتي، يبقى الكلام ده اللي هو الاستحباب اللي موجود في المقيس عليه يأتي أيضا في المقيس. حلو الكلام ده، يعني فيأتي مثل ذلك في ذلك اللي هو ايه؟ مثل ذلك اللي هو الاستحباب في المقيس. ورجحه فيه في التحقيق. قلناه، عارف بقى الجملة دي تروح تقراها مثلا في المغني، ليست مصاغة بالطريقة والحرفية والروعة كما صيغت في كنز الراغبين. رب بص في الخطيب يقول لك والراجح انه لا يلزم العود بل يسن كما في التحقيق وغيره. كلمتين بس، شوف بقى كده نسقها، اقرا كده الخطيب وصياغه الخطيب ليها وصياغه المحلي ليها، تجد ان المحلي ابدع في صياغتها وابدع في شرحها، وجاء شلتوت بعد ذلك فزاد هذا الابداع ابداعا. قال ورجحه أي الاستحباب فيه، أي في المقيس في التحقيق، في كتاب التحقيق للإمام النووي، حاكيا أي حال كوني حاكيا يعني ذاكرا فيه الوجوب أيضا، يعني إيه؟ ذكر فيها كمان وجه بالوجوب، مش كمان بالحرمة، لا ده ذكر الاستحباب ورجحه وذكر فيه أيضا وجه بأنه يجب عليه أنه يعود. وهنا ذكر إيه؟ هنا ذكر وجوب العود. بيقول ولو انتصب عامدا. ولو انتصب إيه؟ طب ده اللي فات لو انتصب إيه؟ سهوا.
يبقى في حال السهو وجب، وفي حال العمد يستحب، وفي وجه بالوجوب كالسهو. السؤال ليكوا بقى وانتوا تجاوبوا، ايه بقى الفرق بينهما؟ حيث انه فيه السهو اوجبوا عليه الجلوس على الراجح، وفي العمد قالوا بالاستحباب. ايه رايك، ايه الفرق يا مولانا؟ كان الناس لسه ما تلبس للفرض. لا، الناس تلبس، كانوا لسه ما تلبس، عشان هذا فعل كانوا غير المعتبر يعني. الله، لا لا لا، انت بقيت خطير يا سيد. هو عايز يقول لك وهذا الناس لما قام سهوا كان فعله معدوم فلم يعتد به يعني، واخد بالك، كانه كان لم يكن، فأعود إلى وأما المتعمد لا، ده قام وهو متعمد وفعله معتبر وليس في محل العدم. لا، أنت كذا خطير يا أسد، خلاص خلاص، أنت أصبحت علامة كبير. حد عنده فرق تاني؟ مفيش، هو أسد الوحيد اللي بيفكر، ولذلك سموه أسد. لا إله إلا الله. بس الاثنين يشتمل على مطلق المخالفة مولانا. اي طبعا، بس هو في واحد قال له لا يجب عليك العودة. ليه؟ لأنه لما كان فعله سهوا كان كأنه لم يكن فلم يعتد به، والآخر لما كان له قصد وله اعتبار، أخبر حضرتك، لم يحتموا عليه العودة. حلو حلو، الواد أسد بدأ يفكر كويس. الواد تقي وشوش عليك، بقول لك الفرق مذكور في المغني. طب هات يا عم الفرق من المغني، هات يا مولانا الفرق من المغني. مش عايزين يسيبونا نفكر، هي دماغها مغلقه، تعلمت التقليد. معاك المغني يا مولانا؟ فرق الزركشي بين هذه، فرق الزركشي يعني بيتكلم على فهمه، عارف، لو فرق زي ما انت بتفرق هعشيك النهارده على حسابك. ما خدش باله على حسابك، ما خدش باله من الكاف، هو اصلا مكبر دماغه من الكاف ومن الايه ومن اليه كمان. قول عندك. وبين ماذا قام ناسيا حيث يلزمه العود كما مر. يا سلام، كويس ان احنا بنفكر كما فكر هؤلاء. طيب قول يا دكتور اسد. لان العامد انتقل الى واجب وهو القيام، فخير بين العود وعدمه، لانه تخيير بين الواجبين بخلاف الناس. فإن فعله غير معتد به. الله، لا 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 أسد، لا خلاص، كما قلنا بفضل الله. لا لا، أنت نتعشى على حسابك يا أسد، هذه إصابة منك، ووافقت الخطيب. أنا لو منك، أنا طبعا وافقت الخطيب لأن هذا الفرق كان بذهني، ولكن يا أسد انتقي خمسة من الطلبة، واخد بال حضرتك، يعني انت بدأت تفكر زيهم يا أسد كده. طيب أحسنت يا أسد. مولانا سؤال في القياس. طيب أنا عندي بقى سؤال ونرجع لسؤالك. هب إنه هو، خلي بالك، ركع قبل ركوع الإمام، حلو كده، ثم بعد ذلك قلنا له ارجع، يستحب لك الرجوع، فرجع، وبعد أن رجع نوى المفارقة أو مات الإمام أو خرج من الصلاة، هنقول له يركع تاني ولا لأ؟ أم ينتقل بعد ذلك إلى السجود؟ هذا كبير، هذا سؤال بقى مش عارف يجيبها دي، لأنها لسه دلوقتي. لا استنى، أنت اسمك طه؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، صلى الله عليه وآله وسلم.
الله، اللهم صل على طه وعلى ياسين صلى الله عليه وسلم. وقيل أن طه اسم من أسماء سيدنا النبي كما في التفسير، وياسين أيضا اسم من أسماء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في التفاسير. يجي بقى الوهابي يقول لك لا نسلم، وهابي دول يا أخي بل حضرك يفسدون كل صاف. تعود الوهابية أن يكدروا علينا صفاء أحوالنا. هو أكون وهابي هذا طه؟ احنا درويش كلنا هنا كده وبنبص في اعتاب ستنا زينب. تعبنا مولانا. طيب الشيخ تقي بيقول لك السؤال عظيم جدا، اي سؤال يا تقي؟ ها ايه رايكم ناخد كده ايه راي واحد واحد عشان المجلس الفقهي ده بيبقى مجلس جميل قوي، وعمري في حياتي ما استمتعت بمجلس قد المجالس الفقهيه دي. ها نبدا بمصطفى، عايز بطه لانه على اليمين من اصحاب اليمين، اللهم اجعلنا من اصحاب اليمين جميعا، نحن احبابنا وابنائنا وزوجاتنا وابائنا وامهاتنا وكل تلامذتنا وكل المصريين المسلمين. ها لو تلبس بالهيئه التي عليها الابان يظل هو يظل عليها دلوقتي. هو دلوقتي احنا سؤالنا ايه؟ هو دلوقتي كان راكع وسبح وانتصر وكلام، ثم قلنا له ارجع فرجع، ثم انقطع القدوه بينه وبين الامام، هيرجع تاني ولا هينتقل الى السجود؟ ما هو خرج اول ما قام كده وارتفع مات الامام، وقع من طوله مات، او اخرج ريحا او جنه خرج عن الايه عن وما لم يستخلف، هنقول له اسجد ولا نقول له لا ارجع اركع تاني ثم ارفع ثم اسجد؟ لو تلبس بالهيئة التي عليها الإمام يتابع إمامه. بقول لك الإمام مات الله يرحمه، إن لحقه قبل أن يموت. ما هو لحقه قام كده قبل ما يموت، وقف مع الإمام، أول ما رجع وقف مع الإمام، الإمام مات أو اتجنن وخرج عن الطور أو هو نوى المفارقة. يركع. لماذا قلل؟ عايز إلا ما تذكر هكذا كلام مجرد يا شيخ، عايزين إلا عشان هو تلبس بالإمام أو القصد الرجوع. الأخ التقي بيقول لك يركعوا مرة ثانية، أنا عايز جواب مقرون بالعلة، وأن تكون العلة وجيهة، وإن لم يعلل أحد فعليه أن يدفع غرامة مقدارها واحد كنز. عشان الرقعة الأولى لم يحسب، لأن الركوع ده لم يحسب. لماذا؟ علل. هو تركه. الأخ تقي قال زيك، لأن رجوعه للقيام لا يعتد بالاعتدال. إزاي؟ لا أنا مش فاهمك. لأن رجوعه للقيام لا يعتد بالاعتدال، حيث لا يفعل ذلك قاصدا. انت بقى ناخد، لا اكتب لي ده تقي محمد تقي ماشي، لا يا تقي يعني بين لنا مرادك، لان رجوعه للقيام لا يعتد بالاعتدال حيث لا يفعل ذلك قاصدا. مش فاهم انا كويس. لو هذا معتبر ولم يقصد الاعتدال لما قام من الركوع، لم يقصد الاعتدال ازاي؟ هو قام على طول. لا وقام هو في الركوع، هو ركع ثم بعد ذلك لما تذكر انه فعل شيئا محرما واستحضر الفرع الفقهي اللي كان درسه على شلتوت في كنز الراغبين عاد ثانيه، ثم جن إمام وخرج عن الإمامة. وليس هذا ليس اعتدال بالنسبة له. أمال ده إيه؟ لا شيء.
يا راجل لانه لم يقصد الاعتداء، لم يقصد ان يخرج من الركوع اصلا. ده كان خلاف اللي انت بتقول، انت قلت يركع تاني. اه انا عارف ده معناه ايه، معناه انه هيسجد على طول. لا لم يسجد، وهن كان عله التقييم مختلف من عله علتك انت ايه؟ انت بتقول كانوا هو كانوا خلاص هيركع ثانية. كانوا لم يركع اصلا، كانوا لم لبس وركع، كانه يترك خلاص، قصده ان يترك ويتركه ويرجع. طب انا هقول لك حاجة، افرض ان هو ظل مستمرا في ركوعه حتى ركع معه الامام، ولما ركع معه الامام مات الامام، هيعتد بركوعه ولا لا؟ خلاص يبقى الركوع الذي كان قبل الامام معتد به وان كان حراما، لكن هو قصد هنا يبقى الركوع ده معتد به. هو في صلاه فيها ركوعين الا صلاه الكسوف؟ يبقى انت كده بتقول اركع ركوعين. لكن هنا لا 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 لم يقصده، لكنه تركه خلاص، حذفه من الصلاه، انما يرجع الى الامام. آه. حذفه من الامام. لا ما تحذفش، تحذف خلاص. الدليل على حذفه؟ ما هو انت دي دعوه، والدعوه تحتاج الى دليل. عشان اذا هو قام واستمر مع الامام يجوز له يركع ثانيه، فهو يركع ثانيه. لسه هنرجع لكلام الاخ تقي عشان ما يزعلش، هنشرحه ونشوف وجهه نظره بعد ما شفنا وجهه نظر البنات. مش عايزين نقول وجهه نظر حاجه، البنات ما بيشاركوش معانا، وكان المشاركه هرم. يعني إذا يستحب له أن يرجع مع الإمام، كيف يلقى ثانية مع الإمام إن كانوا حراما؟ لا أولا بدل حرام إنه هو سبق الإمام وركع قبله، فقلنا له يستحب لك أن تعود إلى الإمام ثانية. عارف ده معنى إيه استحبابه؟ إنه لو ظل كأنه راكع واستمر على ذلك اعتبر بهذا الركوع واعتد به. لكن عندما تركه نحن قلنا له بس للمتابعة، فهذا ليس مقصودا لذاته وإنما قصد من أجل المتابعة. ولكن الركعة ثانية، فإذا زالت المتابعة ماذا نسمي ركعة ثانية؟ أنا أرى أنه يسجد بلا عود للركوع، لأننا قلنا له عد لمتابعة الإمام، فإذا زالت المتابعة صار هذا العود لا قيمة له، والقيام غير مقصود لنفسه. لكن هو لم يقل القيام نفسه غير مقصود، ده مقصود للمتابعة وليس مقصود لذاته، لأنه قد أتى به وانتقل إلى الركوع. وكون إن حضرتك بتقول له اركع ثانية هتجعل في صلاته ركوعين. طب ما هو مع الإمام، لو واصل مع الإمام وركع، لا ده قضية أخرى، لأنه هو بيفعل ذلك من أجل المتابعة. يعني في الاول محسوب له والثانيه متابعه؟ لا. اه طبعا وبتتنطط ليه اسد؟ خليك كده صدرك واسع في النقاش والجدل العلمي، واخد بال حضرتك؟ يبقى انت حضرتك هيلزم من هذا ان حضرتك بتقول ان فيه تو سجود من غير المتابعه. رد لي على ده، انت بتقول كلامك يقول الى انه هيبقى ايه، هناك اثنين سجود، اثنين ركوع من غير متابعة. لا هو حذفه من الصلاة. ما تحذف، لا أسلم لك أنه قد حذفه. الرجوع إلى الإمام حذفه بقصد، لا ده بالعكس، ده بقصد الرجوع إلى الإمام، إنما فعل ذلك وعاد إلى الإمام للمتابعة. اللي أجبره على هذا المتابعة، زالت المتابعة زالت المحاكاة. في خلاف السهو. ده معتد بيه. السهو يعتبر لغوا يا مولانا. يا معتد بيه، لان ده متعمد ان هو يركع واعتد بركوعه. طيب مش مهم الركوع بتاعه لم يعتد لانه انما رفع منه، لم يرفع الى الاعتدال اصلا، فده ركوع مش كمل اصلا. حلو، لانه هو ركع رفع، هو لابد اني انا اقصد اي ركن من الاركان، لكن يقصد ما هي داخله في نيه الصلاه. ثم قصد الرجوع الى القيام مش الاعتدال، يعني هو قصد اصلا شيء اخر. لا لا لا، هو عاد الى القيام من اجل متابعه الامام، هذا اعتدال.
إذا مات الإمام. طب صلى على النبي. مات الإمام وسأنتظر لحظة هكذا، لأن هذه اللحظة تكون التي هي الاعتدال الذي بعد الركوع يعتد به ولا لا، وبعد كده أسكت هسلم وامشي معك واحدة واحدة. قياساً للجلوس الاستراحة ممكن. إيه رأيك؟ هي أسكت، أنت معلوش فقه جديد. قال أخونا تقي بيقول أرى ده شوال، نخلص الأول تقي لأنه أسبق في التعليق وبعد كده نخش على شوال. تقي بيقول يركع مرة ثانية لأن رجوعه للقيام لا يعتد بالاعتدال. بالاعتدال ولا به؟ لا يعتد به، يعني رجوعه إلى القيام لا يعتد، يعني لا يعتد به. ما هو كون إن هو رجع إلى القيام لا يعتد به، يبقى حضرتك هتقول إن هو يسجد على طول بقى، ما تقولش إن هو يركع تاني لأنه ركع. حيث لا يفعل ذلك قاصدا، نفس فكرة أخونا. طيب رجوعه للقيام قبل المفارقة لا بقصد الاعتدال لأنه لا يقصد ذلك، نفس الفكرة بتاعت أخونا. فإنه يرجع للركوع لا للركوع بل للاعتدال. أرى أخونا شوال بيقول أرى أنه لابد أن يركع ثانية لأن ركوعه الأول قد تركه لأجل متابعة الإمام، فكأن الركوع لم يكن. ذرية بعضها من بعض. أنت رشتهم يد يا أسد. أخونا تخي بيقول لماذا سجد بلا عود مع أن الاعتدال لم يحسب بعد؟ لأنه قام لا لأجل الاعتدال. ما احنا قلنا هيقف بعد يعني انتهاء بعد فواتي القدوة يقف بقدر الاعتدال وبعد كده يسكت. ممكن نقول يا مولانا يعني على قول الجويني الذي قال بأنه يحرم عليه العود طالما أنه نزل عمدا، قياسا على قوله أنه خلاص أتم الركوع ولا يركع مرة أخرى، وعلى قول من قال بأنه يجوز له بأنه يجب عليه العود. كلام إمام الحرمين بيقول إن الركوع ده معتد به أصلا، واللي قالوا إن هو يستحب له العود قالوا هو هيعود من أجل المتابعة. فأنا بقول لهم لو سقطت المتابعة لا حاجة إلى أننا نقول له اركع ثانية ثم اعتدل ثم اسجد، بنقول له بعد نهاية المتابعة بعد زوال القدوة وزوال الإمامة لك أن تقف بقدر الاعتدال ثم بعد ذلك تسجد، لئلا يلزم أن يكون هناك في صلاة ركوعين. وإن كان هي مطلوبة أصلا ليه إيه؟ هي ركوعين هي في هذه الصورة مطلوبة. لا مين فين دليل الطلب؟ هو يركع ثم يطلب له القيام ويركع ثاني معه. ده إنما فعل ذلك من أجل متابعة الإمام فقط، إنما طلب له ذلك من أجل المتابعة وقد فاتت المتابعة بفوات الإمام. إيه؟ لكن في أصل الصورة إذا لم يموت الإمام نطلب منه ركوعين للمتابعة، إنما قلنا ذلك للمتابعة لأن متابعة الإمام أشد حتى يأتي بأكثر من ركن أو مال يفعل ذلك. طب ما هو أقول لك حاجة، إذا دخل مع الإمام فيه ثانية المغرب بيجلس معه ولا لأ؟ بيجلس معاه، واخد بالك، وبيخالف نظم صلاته، بيبقى في أول ركعة بتاعته فيها بتاع التشهد والتانية فيها والتالتة، كل ذلك من أجل المتابعة. فالمتابعة نعم، بس ما هو تابع، هو خالف نظم صلاته من أجل نظم صلاة الإمام. في أي ركوع محسوب له؟ فين؟ الأول والثاني بس والثاني للمتابعة. كل ده فكرة ممكن نلاقي في الفقه خلاف هذا، بس بنفكر مع بعض. أخونا تقيبي يقول لماذا سجد بلا عودة مع أن الاعتدال لم يخلص بها؟ تقيدي خلصناها، الركوع معتد لكن الاعتدال لا يعتد به. هيقف أخي تقي هكذا بعد زوالها قاصدا به الاعتدال، إيه رأيك؟ لا يجوز.
أعتقد لا يجوز. ليه؟ هو لا يجوز كده بالإحساس ولا هو مخالفة الشيخ واجبة؟ مستحبة. لكن الواد تقي بيقول لك لكن من شرط صحة الاعتدال ألا يقصد به غيره. لا ما هو قصد الاعتدال، هو لما قام أصل هو قصد الاعتدال إيه؟ إحنا بنقول إن هو مثلا لو رأى حية وهو راكع فقام فزعا، ده هو قام فزعا هربا منها، لكن أنا لما انتقلت من الركوع إلى الاعتدال انتقلت قاصدا به الاعتدال. الاعتدال بقى كان لمتابعة الإمام، كان لكونه ركنا من الأركان، هو قصد الاعتدال. لكن الاعتدال لإيه؟ دي قضية تانية. هو قصد القيام مش الاعتدال. لا قصد القيام. طب ما هو القيام هو إيه؟ مش هو الاعتدال والاعتدال والقيام والاثنين إخوات وتوأم امتزج فيه النسبان؟ هذا ركن هذا ركن، هو قصد ركن تاني يا حبيبي. قصد اعتدال، والقيام هو نفسه اعتدال يا شيخ. هو قيام اعتدال يا شيخ. هذا تغيير مفاهيم عربية، أنت بتغير مفاهيم عربية. لا هي شكل واحد لكن هي ركن مختلف تماما يا حبيبي. ما هو ده اعتدال، مش هو القيام ده اعتدال؟ لا لا نسمي القيام اعتدال. الشكل الاعتدال القيام. بس هي اسمه ايه؟ هي مش يا نهار ابيض، انا قاعد فين؟ العيال كلها زي بعض كده، تحب قوي المخالفه قوي. يا ابن مولد القيام ده اسمه ايه؟ انا كده قائم. طب ما انا كده معتدل اهو. ما هو القيام ده اعتدال يا اولاد، الله يهديكم. لا ده مش اعتدال، ده اسمه، انت عارف احنا عندنا في مصر في واحده بتتسمى اعتدال، يقول لك اعتدال ده اختك. فلذلك لابد من الرجوع. الأخونا شوال بيقول لكن يا سيدي لو باشر السجود من غير ركوع ثانية فلم يراعي الترتيب. لا راعى الترتيب، ما اللي بخلوش ترتيب يا مولانا، راعى الترتيب وخلاص. هو ركع ثم بعد ذلك اعتدل، واخد بال حضرتك، ثم بعد ذلك انتقل إلى السجود فخلاص. ده ترتيب ولا مش ده ترتيب صوري؟ ده ترتيب. لا بس جدل حلو، خلاف فقهي أثرى الجلسة اليوم. وجهان وجهان. انت عايز الحقيقة؟ هي وجه واحد فقط. انت هتجعل يا رجل بئس خطيب القوم، انت هتنزل وجه الشيخ كوجه الطالب؟ مش شأنه كده في الحديث بئس خطيب القوم انت؟ لا احنا بنمسحك بس ما تزعلش. خلاص وجهين وانا سعيد. ليه؟ وجه ابنك وجه ابنك كوجهك، بل انت تكون سعيد عندما يبدي ابنك وجها لطيفا ويفكر، يبقى سعيد جدا ان الطالب يفكر عشان يعمل ذهن، تبقى دي ملكة عنده شغال على طول يتناول الفقه بهذه الطريقة. وده كلام جميل. عارف لو رحنا ولقينا الفقه خلاف كل ده هنبقى سعداء. لماذا؟ لأن الغرض من هذه المباحثات الفقهية هو كيفية التفكير، كيفية التصوير، كيفية التعليل، كيفية تطبيق الأدوات. يعني يقعد هنا إيه؟ قال لك يشترط ألا يقصد به غيره، والتاني والله بد أن يسمى بكذا، والتالت. يبقى كل ده في استحضار للضوابط، واستحضار للمصطلحات، واستحضار للتصوير، واستحضار للأركان. كل ده ميران فقهي، ميران علمي. عند السلفية العمد كله يبطل يا عم سؤال. خلف العمد كلها تبطل. مولانا ذكر الجفاء في موطن الصفاء جفاء، أما تذكر الوهابية في موطن صفاء يبقى أنت كده بتحوله إلى جفاء. واخد بالك زي ما بتجيب كده كوكوب لبن وتضع عليه تراب، فالوهابية دول تراب كدر، يكدرون الشراب الصافي، فذكروا الجفاء في وقت الصفاء جفاء. فخلينا في العلم، عندما تتكلم عن هذه الملكات العلمية لا تذكر فيها السلفية، لأنهم قوم لا يعرفون أن العلم صناعة وإنما هي بضاعة يتاجرون بها. طيب لكن سيدي لو بشر السجود من خلاص بقى ما خلصنا من دي. بارك الله فيكم على الحلو.
يا سلام، الفرع ده حلو. كان ليك سؤال انت بقى، في حد بيقول لي يا سؤال على القياس، ماله بقى القياس؟ يعني امام الجويني قاس الركوع قبل الامام على العود، لكن هذا ترك العود، ترك السنه الى الواجب، اما الثاني ليس ترك السنه. لا 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 لا، العود من القيام الى الجلوس هو عود لمتابعة الإمام، وهو عود من واجب إلى واجب. وهنا كذلك العود إلى متابعة الإمام من الركوع إلى القيام مع الإمام عود من واجب إلى واجب، وهو متابعة الإمام. فالعملية عود من واجب إلى واجب. لكن أصل الحرم أنا لم أفهم، يعني هو الإمام والمأموم، فهو رقع قبل الإمام، الإمام جواني يقول يحرم له العود. نعم. أما الثانية هو الإمام جلس وهو قام على طول أو على عرض، ففي هذه الصورة هو ترك سنة. لا، إحنا بنقول له إيه، أنت لما هترجع من القيام إلى الجلوس ولا هترجع لمتابعة الإمام؟ بنقول له لا، رجوعك من القيام إلى الجلوس لمتابعة الإمام لا لمجرد الجلوس. ولذلك امتنع فيه المنفرد وامتنع في الإمام، لكننا نقول له عودك إنما يكون للمتابعة، والمتابعة واجبة، فهي انتقال من واجب إلى واجب، كما أنه في الركوع انتقال من واجب وهو الركوع إلى واجب آخر وهو متابعة الإمام، فالصورة قريبة جدا من بعض. وضحت؟ حلو صح؟ فالاثنين جائز عندنا، الاثنين والثلاثاء والأربع والخميس كله جائز يا شيخ. أقصد المخالفة هذه يجوز عندنا. هي مخالفة يعني يركع قبل الإمام. لا، هو يركع قبل الإمام حرام، لكن لا يبطل الصلاة. لا يبطل الصلاة صح. طب يعود بقى أو لا يعود؟ مستحب له العود. يا سلام، هناك قال له إيه؟ قال له في العمد برضك يستحب له العود، فالمقيس كالمقيس عليه، والقيام برضه والجامع العود من واجب إلى واجب، ترك عمدا عشان يخرج السهم. والقيام قبل القيام والإمام جالس يجوز، القيام والإمام جالس يجوز. يجوز إزاي؟ يعني يجوز له، يعني حرام بس يجوز له، يجوز له العود. لا، يجوز له أن يقوم عمدا متعمدا، قام والإمام جالس. لا حرام، لكن هو لا يبطل. لا يبطل، أقصد لا. أيوة ماشي ماشي. هو إذا أو بلزيل يقول لك لو انتصب عامدا، ويقول لك ولو تذكر ماشي. لكن إذا كان ناسيا فظل قائما تبطل الصلاة، إذا كان العمد لا يبطل. إحنا بنقول حضرتك، بنقول إحنا بنقول له إيه، اقرأ كده الفرع اللي فات، بنقول له وللمأموم إذا انتصب دون إمامه العود لمتابعة الإمام في الأصح، ولو أن يستمر هكذا إلى أن يأتي الإمام، فهي مجوزة لعوده الممتنع في غيره. قلت الأصح الوجوب، فإن لم يعد تبطل. لماذا يبطل هنا ولا يبطل في العمد؟ وهنا بيقول لك ايه، بيقول لك ولو انتصب عامدا فقطع الامام بحرمات العود. حلو. وتعقبه، لا، لانه فعله معتبر وقد تلبس بواجب. احنا قلنا هناك فعله غير معتبر في حال السهو. طيب، كلام جميل. ولو تذكر المصلي قبل انتصابه عاد للتشهد الذي نسيه لأنه لم يتلبس بفرض. هنا بقى هيتكلم على مسألة أيضا لذيذة قوي، ولكن هنصلي الأول المغرب. إيه؟ كل مخالفة عمدا لا يمكن صلاة. لا، دي محتاجة بقى إلى إن إحنا نشوف يعني مواطنها في الصلاة. لو مخالفة عمدا، مخالفة عمدا حرام.
لكنه إذا انتقل إلى واجب ينتظر الإمام وهو في مكانه. لكن ده طبعا بيختلف من مكان إلى مكان، بس نخليها كل في محله، لأن كل محل بيبقى ليه دليله. فإذا تحرم قول الإمام مش هي لو تحرم يعني قال الله أكبر والإمام قال الله أكبر، هو إزاي يعني هيهتم به؟ يتقدم على الإمام يا شيخ. ولو تذكر المصلي قبل انتصابه عاد للتشهد الذي نسي، لأنه لم يتلبس بفرض. تلبس بفرض إن هو يتلبس بالقيام. طيب افرض بقى وهو نسي وهو قايم يعني في حال القيام، ها تذكر أنه لم يتشهد وهو لسه قايم كده، ها طالع يعمل ايه؟ قالوا يرجع على تفصيل فيه. قال ولو تذكر المصلي، ولو تذكر المصلي قبل انتصابه، يا قبل ما يصير منتصبا، عاد للتشهد يعني سن له ان يعود للتشهد. طيب قال عاد للتشهد الذي نسي، لأنه لم يتلبس بفرض، لأنه لم يتلبس بفرض، فهيكون منتقل إلى إيه؟ هيكون منتقل إلى سنة ولكن ليس من فرض. قال في سؤال كده قالوا تقي، لكن حاضر هنجاوبك يا تقي. ولو تذكر المصلي قبل انتصابي عاد للتشهد الذي نسيه، يبقى عاد إعادة جوازا، لأنه أي لأن المصلي لم يتلبس بفرض وهو الاعتدال والانتصاب. ويسجد السجود بقى هو بقى اللي فيه إيه؟ اللي فيه تفصيل. يبقى إذا تذكر في حال قيامه ما لم ينتصب، يبقى قبل الانتصاب تذكر يعود. طب هيسجد أو لا يسجد فيه تفصيل. يقول لك إن كان في قيامه أقرب إلى السجود لا يسجد للسهو، وكان أقوى إن كان أقرب إلى القيام يسجد. طب وإن كان مستويا يعني على السواء لسه يذكرها هو أي إيه؟ وإن كانت نسبته فلا يسجد أيضا، يختار إيه؟ الله أنت حاجة حلوة يا ابني، اعمل مذهب لوحدك، اعمل مذهب لوحدك يا مولانا، أنت خسارة في هذا. ولو تذكر خلصت ويسجد إن كان صار إلى القيام أقرب، كان دي زائدة إن صار، ولكن دخل كان إيه يعني في ما بين إن وصار، لأنها إيه في هذه الحالة زائدة، يبقى كان هنا زائدة. ويسجد أي ويسجد للسهو إن كان إن صار إلى القيام أقرب منه، يعني أقرب من القيام إلى القعود، يبقى إن كان أقرب إلى القيام يسجد، ما كانش أقرب إلى القيام ها ما يسجدش. يبقى إن صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود يسجد. ليه؟ قال لأنه كده كثر ما فعل، وهذه الصورة يبقى هو أقرب إلى القيام يرجع تاني إلى الجلوس، ده بيخليه يعني إيه يا أولاد؟ يعني بيخليه قد غير نظم الصلاة كما قال، لتغييره نظم الصلاة بما فعله. نظم الصلاة الصورة كده اتغيرت، أنت طالع لفوق رحت رجعت تاني تحت، طب ما ده تغير به النظم.
مولانا انتصاب هنا يقصد ما بعد الركوع؟ انتصاب الاعتدال، تمام الاعتدال لازم يكون، أي شيء أقل من الاعتدال يرجع قبل انتصابه. هو اللي مفهوم من العبارة وكلامهم الانتصاب هو الانتصاب، مش الانتصاب اللي هو يبقى أن يكون إلى أقل، لا لا لا، الانتصاب هو الانتصاب المعتبر في القيام. خلاص نكمل على ما يأتي. قال ولو تذكر المصلي قبل انتصابه، دي خلصنا منها. قال ويسجد إن كان أيسر أقرب إلى القيام منه إلى القعود، وعلل ذلك بأنه تغيير لنظم الصلاة بما فعله، يعني هو غير هذا بهذه الطريقة نظم الصلاة، لأنه انتقل من أقرب القيام إلى الجلوس بما فعله. ولو أتى به عمدا في غير موضعه بطلت صلاته، يعني لو فعل هذا يعني قام إلى أقرب القيام متعمدا بطلت الصلاة. فالسجود للنهوض، خلي بالك بقى هو هنا بقى اتكلمه، السجود للإيه؟ فالسجود للإيه يا مشايخ؟ للنهوض مع العود، لأنه نهض وعاد، يبقى السجود لهما معا لا للنهوض فقط. أسد بص بيبص، يبقى هو السجود ليه؟ ليه النهوض مع العود ولا للنهوض فقط؟ قال لا، ده للسجود للنهوض والعود، بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب. يبقى كان إلى القعود أقرب من القيام، ما هي كلها إيه؟ قعود وقيام. أقرب إلى القيام سجد، أقرب إلى القعود لم يسجد، نسبته على السواء لم يسجد. فهمت؟ سهلة خالص. قال بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب، أو كانت نسبته أي نسبة المصلي إليهما أي إلى القعود والقيام على السواء، على السواء يعني مستوية، يعني ما نقدرش نقول هو أقرب إلى أحدهما، بل المسافة التي بينه وبين القيام كالمسافة التي بينه وبين الجلوس. فلو مسكنا كده متر، هنجد المسافة اللي بينه وبين الجلوس حوالي 50 سنتي، وما بينه وما بين القيام 50 سنتي، يبقى مستوي مسافة. طب يسجد؟ قالوا لا يسجد. ليه؟ لأنه إذا كان نسبته إليهما على السواء كان ما فعله قليل، كان الذي فعله قليل في هذه الحالة. ما هو الفعل الذي فعله؟ اللي هو النهوض. الذي فعله، لا، الذي فعله لقلة ما فعله وهو النهوض، لقلة ما فعله اللي هو النهوض، لقلة ما فعله حينئذ. وهذا التفصيل هو المصحح في الشرحين. إيه بقى هم الشرحين يا مشايخ؟ ده خارج الكتاب، كلام أنا بقوله ده خارج الكتاب، شرح الصغير والشرح الكبير للإمام الرافعي. شرح الكبير اللي شرح فيه إيه؟ الوجيز للإمام الغزالي، سماه العزيز شرح الوجيز، وعرف
بين علمائنا الشافعية وأصحابنا الشافعية بالشرح الكبير. واختصر هذا الشرح في شرح ولم يسمه، عرف لدى علمائنا بالشرح الصغير. وهذا هو المعتمد، هذا هو المفتى به في المذهب. وإن صحح في التحقيق أنه لا يسجد مطلقا، كان أقرب ما كانش أقرب، كان مستوي لا يسجد مطلقا. من اللي صحح الكلام ده؟ ده الإمام النووي في التحقيق. وقال في المجموع إنه الأصح عند المحققين، اللي هو إيه؟ اللي هو أنه لا يسجد مطلقا. وأطلق في تصحيح التنبيه تصحيحه، يعني ما صححش حاجة في تصحيح التنبيه، ذكر القولين ولم يصحح منهما شيئا. وقال الإسنوي وبه الفتوى. بس الإسنوي قال به الفتوى على الموجود في الشرحين. ولو نهض عمدا من غير تشهد فعاد بطلت صلاته. ولو نهض عمدا، متعمد ان هو لا ياتي به الجلوس ولا التشهد، منفرد ام متبع؟ لا كده هيبقى منفرد. من غير تشهد فعاد، يبقى منفرد كده وإمام، فعاد له عمدا، يعني عاد للتشهد عمدا، بطلت صلاته إن كان فيما نهض. عندكم إيه العبارة؟ مش في صوتهم. إن كان فيما نهض إلى القيام أقرب من القعود، صح كده؟ يبقى قال له إن كان فيما، يعني في شيء أو في الذي نهض إلى القيام، إن كان أقرب من القعود فيما نهض، يعني في نهوضه، يبقى فيما نهض ديت مؤولة بمصدر، يعني في نهوضه إلى القيام أقرب من القعود في حالة العمد. أيوة، ما هو بيقول له كده، هو قام ونهض وكان أقرب إلى القيام وكان متعمدا ثم عاد، يبقى بطلت صلاته. نقول تاني كده يا مشايخ أم وضحت؟ ولو أقرب عمد لا تبطل، بخلاف ما إذا كان نسبته إليهما على السواء أو غير متقع. أذكرها بعد كده. قال ولو نهض عمدا من غير تشهد، من غير أن يتشهد، لكن لو تشهد ونهض عمدا ده لازم ينهض عمدا، فعاد رجع مرة تاني، رجع للجلوس، بطلت صلاته. سبقايت إن كان فيما نهض، فيما، خلي بالك إن ما مصدرية تؤول وما بعدها بمصدر، فيما نهض يعني في نهوضه، يبقى نهوضه ده مصدر. حاصل منين؟ حاصل من ما مع نهض. إن كان في نهوضه إلى القيام، يبقى فيما نهض نهض إلى القيام، أقرب يعني كان أقرب من القعود في نهوضه، يعني أقرب إلى القيام من قربه إلى القعود في نهوضه، بهذه الحالة تبطل صلاته. لماذا؟ قالوا لأنه زاد في صلاته عمدا، ما لو وقع سهوا جبر بالسجود. يبقى ما كان عمده أو ما كان
سهوه فيه سجود يكون عمده مبطل. قال لأنه زاد في صلاته عمدا ما لو وقع، يعني زاد شيء لو وقع منه سهوا جبر في السجود، فكان عمده مبطلا. لأن ما كان عمده مبطلا لو سهى يسجد. وهذا التفصيل جار على المعتمد كما قال الأذرعي. بعد كده قال لي بقى بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب أو كانت نسبته إليهما على السواء فلا تبطل صلاته. ليه؟ قال لأن ده لما وقع منه ولم يلزم منه جبر كان عمده غير مبطل، أول ما يوصل للسجود يبقى عمده مبطل. طب لم يصل إلى السجود، لا ما شو أخذ بالك السجود إيه ده، أنا أقصده سجود السهو يعني. قال هذا بخلاف ما إذا كان المصلي إلى القعود أقرب، يعني أقرب من القيام، أو كانت نسبته ما بين القعود وما بين القيام مستوية فلا تبطل صلاته. لماذا السؤال؟ لماذا؟ قال لأنه لو وقع سهوا لا يجبر، لأن ده لو هو نهض وكان أقرب إلى القعود فقعد لم يسجد، فلو فعل ذلك عمدا لم تبطل صلاته. لأن أنا عندي القاعدة إيه؟ إن كل ما كان يعني عمده مبطل سجد لسهوه، ما فيش سجود للسهو يبقى العمد مش مبطل. ده اللي أنا بقوله كده، ونفضل نحفظه ونقوله يا ما قلناه سنين السنين الحمد لله. بخلاف ما إذا كان المصلي خلصنا منها دي، وشمل الصورتين قول الروضة كأصلها وإن عاد قبل ما صار إلى القيام أقرب. جملة دي ما تروح تبحثها كده في الروضة تلاقي نقلها بيه، نقلها بالمعنى ما نقلهاش باللفظ، بحثت عنها فلم أجدها بلفظها إنما وجدت معناها. وشمل الصورتين، أنهي بقى صورتين؟ ما إذا كان نسبته إليهما على السواء هذه صور، وما إذا كان أقرب إلى كان أقرب إلى القعود دي الصورة الثانية. قول الروضة روضة الطالبين كأصلها، العزيز شرح الوجيز، وإن عاد قبل ما صار إلى القيام أقرب. عندكم إيه بعديها؟ بس كده؟ ولو نسي، ولو نسي المسجد. لا ولو نسي صح، لا أنا بقول دي نهاية عبارة الروضة كده. طب أنت فاهمين أنا حاجة؟ إيه يا أسد؟ ولو عاد إلى الجلوس والتشهد قبل ما صار إلى القيام أقرب، وإن عاد لم يسجد، يبقى كأن في مقدر لم يسجد، لم تبطل الصلاة. هو إحنا بنتكلم في لم تبطل صح؟ لا صح صح لم تبطل الصورة الصورة توقف توقف القلب النابض بالحياة. قال وإن عاد قبل ما صار إلى القيام أقرب لم تبطل الصلاة. كأن العبارة كده يعني، فتبقى شملت الصورتين اللي هي صورة أنه أقرب إلى القعود وأنه على السواء بينهما. بس العبارة مش كده في الروض، الروضة بيقول لك ثم إذا عاد قبل الانتصاب هل يسجد للسهو أو لا؟ قولان أظهرهما لا يسجد، بس الكلام هنا على البطلان. عبارة الروضة ليست هكذا،
ثم إذا عاد قبل الانتصاب، لأن قبل ما صار إلى القيام. لا يبقى العبارة مش دي، لا يبقى العبارة حاجة تانية مش دي. طب مين اللي معاه ال بس كده عندك؟ ما فيش حد عنده زيادة؟ مولانا في حالة النسيان ترجيح في المذهب قول هنا أو قول الإمام النووي في التحقيق؟ لا لا لا، قول النووي قول القول لا، ما احنا قلنا اهو وهو المعتمد قول الشرحين. قول الشرحين والمصحف الشرحين وهو المعتمد، وإن صحها في التحقيق أنه لا يسجن مطلقا. لا، تفصيل اللي احنا ذكرنا له هو المعتمد، تفصيل المنهج هو المعتمد. هات لنا كده يا مولانا، هي مش هتلاقي العبارة، وإن عاد قبل ما صار، اكتب كده إلى القيام أقرب، اكتب كده في الروضة إلى القيام أقرب، لأنها حيرتني. الإمام قال يأتي بالرواية. بالإيه؟ رواية تعميم. مين الإمام؟ إمام علي. ماله؟ وإن عاد قبل، لا ده بيقول لك وقول الروضة كأصلها، وإن عاد قبل ما صار إلى القيام أقرب. ده هو بيقول إن القول ده قول الروضة، وهو يشمل الصورتين، لكن هو ما جابلناش حتى بقية الكلام إيه، وأنا دورت عليها بالنفس النص ده لم أجدها، دوروا ابحثوا عليها لا تجدوها في الروضة بهذا النسق. ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له لتلبسه بفرض. نفس الفكرة اللي موجودة في جلوس التشهد هي نفس فكرة القنوت. ولو نسي القنوت وكذلك لو تعمد لم يجز له أن يعود. ولو نسي قنوتا، يقصد به القنوت في ثانية الصبح، لأنه فيها بعض، وفي الوتر في النصف الأخير من رمضان لأنه بعض. وأما قنوت النازلة فليس في هذا الباب لأنه ليس بعضا. فذكره في سجوده لم يعد له، لم يعد له يعني إيه؟ يعني لا يجوز له أن يعود له. العلة يا مشايخ، العلة أنه تلبس بفرض. إيه هو بقى الفرض اللي تلبس به؟ اللي هو السجود. السجود فرض، وهو قد تلبس بالسجود. قال لم يعد له لتلبسه بفرض أو قبله، يعني قبل الإيه؟ قبل التلبس بالسجود. إزاي يعني؟ يعني بأن لم يضع جميع أعضاء السجود على الأرض، حتى لو وضع الجبهة فقط ولم يضع الباقي، حتى لو وضع الجبهة فقط أو مع بعض أعضاء السجود، يبقى المعتبر الذي يقطع الرجوع إلى القنوت هو أن يضع جميع أعضاء السجود على الأرض، فإن وضع بعضها ليس قاطعا. عاد أو قبلها عاد، عاد إلى الإيه؟ يعني جاز له العود إلى القنوت لعدم التلبس به، يعني لأنه لم يتلبس بفرض. ومتى يتلبس بفرض؟ إذا وضع جميع أعضاء السجود على الأرض، حينئذ تلبس. قبل ذلك لم يتلبس فيجوز له العود. قال طيب هيسجد للسهو أو لا يسجد للسهو؟ شفت بقى المحلي قراءته جميلة والله، ممتع جدا. قال
وسجد للسهو إن بلغ حد الراكعين، يعني لو بلغ أقل الركوع، يعني لو وصل إلى أقل الركوع ثم عاد إلى القنوت سن له أن يسجد للسهو، سن له أن يسجد للسهو. ليه؟ قال له خلي بالك لو هو بلغ أقل الركوع ثم عاد يبقى كده كأنه زاد ركوع في الصلاة ناسيا. قال وسجد للسهو. ها عملت حاجة؟ لا بسمع. طب اقفله وانت مهتم بالعلم بارك الله فيك. وسجد للسهو إن بلغ حد الراكع، يعني حد أقل الركوع في الهوي، يعني لو في الهوي بلغ حد أقل الركوع ثم عاد إلى القنوت سجد للسهو. لماذا؟ قالوا لأنه زاد ركوع في الصلاة سهوا، ولو فعله عمدا وزاده عمدا بطلت لزيادته ركوعا، بخلاف ما إذا لم يبلغه، يعني لم يبلغ أقل الركوع بأن كان قبل أقل الركوع ثم عاد لم يسجد لقلة ما فعل، فلا يسجد في هذه الصورة للسهو لأنه لأن الذي أتى به كان قليلا. ولو شك في ترك بعض، كلام بقى جميل اهو، سهل جدا العبارات اللي جايه دي كلها، الحاجه الصعبه عدت. وكان زمان من ضمن الملفات الصعبه واحنا بنذاكرها هو الملف دوت سجود السهو، مع اننا لما قراناه كثيرا والله يا مولانا وجدناه امتع الكتب، فالممارسه تحول الصعب الى سهل، المر إلى حلو، الجبل بالممارسة يتحول إلى فتات. لكن هو العلم محتاج معيشة كاملة وتامة وطويلة وممارسة وصبر، وهتتجرع مرارة الصبر، لكنك في النهاية ستذوق حلاوة العلم. خبال حضرتك هتذوق الحلاوة كده بعدما تفهم، بعدما ترى أن الله يرسل إليك بعض المبشرات، تفكر فتجد تفكيرك وافق تفكيرهم، فما هذه اللذة التي تحصل لك عندما تجد أن تفكيرك وأنت لست كهؤلاء العمالقة في العلم الذين اكتملت أدواتهم واكتمل فهمهم واكتمل ممارساتهم العلمية، يريك المولى سبحانه وتعالى أنك تفكر كما يفكره، وتأتي بالعبارات في ذهنك وتمر على عقلك كما كان هؤلاء يفعلون، وهم أهل تقوى وأهل ديانة وأهل صلاح وأهل يعني ولاية. هذه من المبشرات التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لطالب العلم في الطريق، أنه يتوقع فكرة فيجد الإمام الخطيب ذكرها، يجد الرمل قالها، يجد ابن حجر قالها، ايه ده حاجة جميلة جميلة جدا. بالك قال ولذلك احنا بنقول الدروس ايه؟ جوهرة النفوس. قال ولو، وخلي بالك ان مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة ايه؟ افرادا احادا، يعني الدرس جوهرة النفس، يعني درس الفقه جوهرة النفس، مش ولا الدروس يعني مجموعة الدروس، يبقى لابد ان احنا يبقى لنا اكثر من درس، ولا كفايه درس واحد. قال ولو شك في ترك بعض بالمعنى السابق كالقنوت سجد. يا سلام بارك الله فيك جزاك الله خيرا ثانك يو. ها اسال في ايه؟ يعني قاعده ثانيه ليه ايه؟ مقابلة الجمع. مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحادا، يعني هو قابل الدروس بالنفوس فيقتضي ذلك أنه كل درس يقابل نفس. حلوة صح؟
كان الشيخ الشعراوي يقول لك إليها مثال لطيف قوي، اركبوا سياراتكم رضي الله عنه. يبقى كل واحد يركب، مش الجميع يركبوا سيارات الجميع، لا يعني كل واحد منكم يستقل سيارته. أخي بالك، اركبوا سياراتكم، يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادا. يبقى في الآخر المفرد يقابل المفرد. حلوة. طيب ناخد كده واحدة كده، ايه واحدة ليمون. طيب يا مشايخ، نقف عند هذا ولا ناخد؟ لا ناخد دي كمان. ايه ده انا محضر تاني كتير قوي. كل ده؟ لا لا لا، انا محضر كتير يا اولاد خالص. زدنا مولانا، زدنا. انت قاعد شغال في ايه؟ لقيتها اسد. هي شغاله جاب ال عبقري اسد. هذا هذا اسد رهيب، ياكل كل الاسود. اسد يلتهم. بنتي صغيره فبقول لها يعني في واحد اسمه اسد بيكلمني، قالت اسد يعني يلتهمك، فخايفه على ابوها انه اسد ياكله، يعني ما يعرفش انه ابوها اسود في بعض. ايوه موجود هذه الاسود. طبعا تشوفها بس بعد ما تشرح الجزء اللطيف ده، الدرس كله. ولو شك في ترك بعض، ويقول لك ايه بعض معين، شك يعني ايه؟ خلي بالك ان شك اول ما يجي لك في كتب الفقه تردد، سواء تردد باستواء او بأرجحية. ده مما نبه عليه مشايخنا وعلماءنا في الشروح، يقول لك شك يعني تردد سواء كان ذلك باستواء ام لا. ولو تردد في ترك بعض، يقول لك بعض يعني بعض معين، بالمعنى السابق كالقنوت مثلا سجد. يعني انا شاكك ترددت، هل يا ترى انا فعلت، هل يا ترى فعلت القنوت او لم افعله؟ احتمال واحتمال، 50% 50 او 60 و40 أو 30 و70 مثلا يعني. يبقى سجد يعني سن له السجود. لماذا؟ قال لأنه لما تردد كان المتردد فيه كالمعدوم. يقول لك المتردد فيه كالإيه؟ فيه كالمعدوم. ده من ضمن الأشياء التي ذكرها ابن حجر، المتردد فيه كالمعدوم. لأن الأصل القاعدة المستصحبة عدم فعله، بخلاف الشك في ترك مندوب في الجملة. افرض انا بقى كده وانا بصلي انا تركت حاجة مندوبة، بس يا ترى المندوب ده هيئة ولا بعض؟ ما تسجدش. ليه؟ لانه ممكن يكون هيئة يقتضي السجود، وممكن يكون هيئة لا يقتضي السجود، وممكن يكون بعض يقتضي السجود. والأحرى ان انت ما تسجدش، لان سجود السهو خلاف الأصل لا يفعل الا عند تحقق مقتضيه. انت حلوة بس دي شتوتية يعني. يبقى تقول كده سجود السهو على خلاف الأصل لا يفعله الا اذا تحقق المقتضي. ماشي يا مولانا. وبخلاف الشك في ترك بعض مبهم، كأن شك في المطروك. يا ما قلناها دي حلو. وبهذا علم أن للتقييد بالمعين معنى، يبقى بعض معين. طب لأنه لو مش معين، لو مش معين خلاص ما أعرفش، ممكن يكون هيئة وممكن يكون بعض. طب لو انا عارف ان هو بعض بس انا ناسي بقى، هل يا ترى البعض اللي انا نسيته ده هو سجود القنوت ولا
طب هو في هيجي ازاي القنوت مع التشهد الاول؟ لا انتوا عيال حلوه والله. لا انتوا يعني بصراحه نهايه الدرس النهارده. يا ابني ما تمشيش مع الشيخ، الشيخ ساعات كده يفضل بس وقف عند كده، يعني هو القنوت هيجي في رباعيه. والله العظيم انتوا حاجه جميله والله، بلغتم من الصفاء والنقاء ما لم اره في مصري. واخي ينفع اسد؟ قد ياتي. الله لا 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 يا ابني، ده بص ده هيعمل مذهب لاوروبا لوحدها. ازاي ان التشهد يجي مع القنوت؟ التشهد الاوسط. انا اقول لك. قول لي ولا تخبيش يا ولدي. واحد يصلي العشاء وراء الفجر ماشي، يقنط مع الإمام متابعة ثم يكمل الأربع. بس ده مش قنوت بالنسبة له، ده سوري. في صلاة الوتر. الوتر ايه؟ في رمضان. ماشي طب قول يلا، دينا فكرنا اهو. لو صلاها 9 ده أكثر من تشهد. تيجي كده شفت بقى؟ ده كلها بتخاف. أو شك في ارتكاب نهي أي منهين عنه يجبر بالسجود ككلام قليل ناسية فلا يسجد، هذه نجعلها في درس آخر. قول لي بقى عملت ايه يا دكتور؟ هي موجود في الروضه. قول لي بقى في الروضه ايه؟ ثواني كده عشان انقل النص. لا النص كما هو. هو يا ده انا احترت في بحث. قال لي بقى، قال لي بقى عباره الروضه. فان عاد عاد بعد ما صار إلى القيام أقرب بطلت صلاته. يبقى نفس النص صح زي ما قدرناها كمان. لا صح، بارك الله فيك، دي شملت الصورتين ما إذا كان أقرب أو بينهما على السواء. في العمد يا مولانا. في العمد ولا في السواء؟ لا ده الفرع اللي احنا كنا بنتكلم عنه. العمد. طب يبقى كده انهينا الدرس.